أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: سماحة الوالد، ظهر بعض الإعلاميين في هذه الفترة يسلكون مسلك تشكيك الناس في أصول المسلمين كصحيح البخاري وغيرها، فما هو موقف المسلم تجاه ذلك؟ هذا كما ذكرنا أن لنا أعداء حاقدين يريدون تغيير هذا الدين وإزالة هذه النعمة التي نعيشها، يجب علينا الحذر منهم، وخصوصاً في وسائل الإعلام التي تطورت الآن. وسائل الإعلام إذا لم ترشد وإذا لم تراقب فإنها تبث الشرور بين الناس، قنوات يبث فيها الشر ويبث فيها أسباب الهلاك. إذا لم نحذر منها ونحذر منها، كيف ندخل هذه القنوات إلى بيوتنا وبين أولادنا وبين نسائنا؟ لماذا لا نطهر بيوتنا منها؟ وإلا فإن العاقبة وخيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآن أنتم بين أعداء حاقدين، فعليكم بالحذر والتحذير وأخذ الحيطة وتطهير البيوت والأسواق ومجامع الناس من هذه الوسائل الفاسدة المفسدة. نعم. أحسن الله إليكم. سماحة الوالد، هذا السائل يقول: سماحة الوالد، بعض الإعلاميين ممن يسمون أنفسهم تنويريين يصفون من يتمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة بأنهم ظلاميون، وأنه لا بد من إعادة قراءة النصوص بحيث تواكب العصر، فما تعليق سماحة الوالد على هذا؟ لا بد، وأنه لا بد من إعادة قراءة النصوص من الكتاب. هذا هو الخطأ، إعادة قراءة النصوص، يعني يتركوا ما عليه السلف الصالح وما عليه الأمة الإسلامية، اتركوها وابدأوا من جديد. هذا هو مقصودهم، غيروا دينكم وما أنتم عليه وابدأوا بدين جديد وبعهد جديد، واقطعوا صلتكم بالسلف الصالح، هذا قصدهم. نعم. أحسن الله إليكم. سماحة الوالد، هذه سائلة تقول: عندنا الوالدة شفاها الله لديها جلطة وعندها شلل في بعض الجسم، وإذا أردنا تدليكها بتحريك اليد تدعو علينا، فهل نتركها وممكن أن يزداد ذلك، أو ندلكها ولا ننتبه إلى دعائها؟ لا، دلكوها ولكن برفق، لا تشقوا عليها، برفق. وأيضاً أقنعوها بأن هذا شيء لا بد منه وهو من صالحها، أقنعوها مع الرفق بها مع الصبر على ذلك والاستمرار حتى يشفيها الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. سماحة الوالد، هذا السائل يقول: يستدل البعض بجواز التمثيل بقوله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه الآية، فما حكم هذا القول؟ هذا غلط وهذا جهل، يعني أخذ من فعل الغراب، أخذ هذا الكلام الذي قاله، هذا غلط. هذا ابن آدم لما قتل أحدهما الآخر، وبعد ذلك ماذا يعمل بجثة أخيه؟ ماذا يعمل بجثة أخيه؟ صار يحمله ولا يدري ايش يسوي فيه. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، يعني جثة أخيه.
فقال: أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. هذا يعني حاصل القصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. هذا السائل يقول: سمعنا كثيراً عن أئمة وعلماء ربانيين كالإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله المفتي السابق لهذه البلاد المباركة، نرجو من سماحة الوالد ذكر شيء من مناقبه وعلمه، لا سيما وأن سماحتكم قد تتلمذ على يديه. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله إمام جليل، إمام جليل، يكفيكم أن من تلامذته الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز، الإمام الشيخ عبد الله بن حميد، يكفيكم هذا أن هؤلاء الأئمة الفحول من تلاميذ الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وأنهم قاموا مقامه بعد وفاته، وأنهم أدوا ما يجب عليهم في حياتهم مما نشروه من العلم والقيام بهذا الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بقي دوركم أنتم، نسأل الله التوفيق والإعانة والعمل بطاعته ونشر هذا الخير. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا السائل يقول: هل يشرع للمسلم الذي يعيش في البلاد الكافرة أن يرفع الشعارات كقولهم دولة واحدة وشعب متلاحم وشعب لا يفرقهم دين ولا لون ولا لغة وما شابهها، ويعمل في الأنشطة التي تعزز الانتماء الوطني؟ الانتماء يكون للدين وليس للوطن. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك وطنه الغالي عليه وهو مكة، وهاجر إلى المدينة من أجل الفرار بالدين، وقال: والله لأنت أحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. خرج بدينه عليه الصلاة والسلام، وخرج مختفيا من قريش حتى وصل إلى المدينة بحفظ الله ورعايته. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. وهذا السائل يقول: رجل توفي ولم يحج تهاونا وكسلا، فهل يحج عنه من ماله او يحج عنه ولده؟ لا، ما دام حي يلزم بالحج، ما دام انه حي ومستطيع يلزمه ولي الامر، وان كان توفي يحج عنه. نعم. احسن الله اليكم سماحه الوالد. وهذا السائل يقول: انتشر بين بعض ائمه المساجد تصوير أنفسهم في الصلاة، بل إن بعضهم يظهر وجهه أثناء التصوير، فما رأي سماحتكم في هذا العمل؟ هذا رياء، هذا رياء، ولا يجوز. يراؤون الناس لا يذكرون الله إلا قليلا، هكذا ذكر الله عن المنافقين. فالمسلم لا يعجب بعمله، وإنما يرى نفسه مقصرا مهما عمل، يرى نفسه مقصراً في حق الله سبحانه وتعالى، ولا يزكي نفسه. قال الله جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فتنبهوا لهذا. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. هذا السائل يقول: يوجد في بلدنا من يذبح عند القبور ويقع في بعض الشركيات، وعلى ذلك قال بعض هذه البلدة: لا نأكل من ذبائح أهل هذا البلد لاحتمال أن من يقوم بالذبح ممن يقع في الشرك، فما حكم هذا القول؟ الذي يذبح عند القبور لا يؤكل منه، لأنه مذبوح على نية باطلة وفاسدة. لماذا يذبحون عند القبور؟ إلا أنه تعظيم للقبور، ولا يجوز هذا. نعم. وهذا السائل يقول: هل تقبيل المصحف من السنة؟
ما ورد هذا، ورد عن بعض الصحابة أنه كان يقبله، ولم ينتشر هذا في الصحابة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وهذا السائل يقول: هل السنة المداومة على ركعتي الضحى؟ ركعتي الضحى سنة مؤكدة، ولكن لا يصليها كل يوم، صليها يوما بعد يوم، صليها يوما بعد يوم حتى لا يعتقد الناس أنها فريضة، إذا تركها عرفوا أنها ليست فريضة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وهذه سائلة تقول: بعض النساء تجتهد في أعمال طيبة وخيرة، ولكنها في المقابل تقصر في حق زوجها، فما نصيحتكم في ذلك؟ أن تتقي الله عز وجل، وأن تؤدي حق زوجها من العشرة الطيبة، وحق الزوج على الزوجة، وحق الزوجة على الزوج. قال الله جل وعلا: ولا تنسوا الفضل بينكم، وكل منهم يقوم نحو الآخر بحقه الذي شرعه الله له. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. هذا السائل يقول: نشطت الدعوة إلى الصوفية في هذه الأيام، حتى إن بعض من يسمون دعاة قسم الصوفية إلى صوفية محمودة وصوفية مذمومة، فهل هذا التقسيم صحيح؟ هذا تقسيم باطل، الصوفية كلها مذمومة، وليس هناك تصوف محمود، لأنه بدعة، كل بدعة ضلالة. نعم. أحسن الله عليكم. وهذا السائل يقول: ظهر في هذه الأيام بعض المقرئين أصحاب الأسانيد والإجازات، فقصدهم بعض الطلاب بقصد القراءة، إلا أنهم يشترطون جعلاً على من يقرأ عليهم بحجة عدم التفرغ، فهل هذا الاشتراط جائز؟ لا بأس بذلك، يجوز أخذ الأجرة على التعليم، تعليم القرآن وغيره. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله. نعم. حسنا. وهذا السائل يقول: هل يجوز التنبيه على إغلاق أجهزة الجوال بعد إتمام تسوية الصفوف؟ إذا كان فيه من يشوش على الناس بجواله فيجب هذا، يجب التنبيه عليهم أن يغلقوها. نعم. أحسن الله عليكم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، ينتشر في هذه الأيام الدعوة إلى فتح المحلات أوقات الصلوات، ويحتج بعضهم بأنه لا يوجد دليل من السنة يمنع من فتح المحلات أوقات الصلاة، فما توجيه سماحتكم في هذا؟ وما يفعلون بقول الله تعالى: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إلا تغلق المحلات وقت الصلاة، وكانوا يبيعون ويشترون، كان السلف يبيعون ويشترون في الأسواق، فإذا سمعوا المؤذن أقفلوا محلاتهم وذهبوا للصلاة. نعم. أحسن الله عليكم. وهذا السائل يقول: أعمل إماماً في بعض المساجد، وأقرأ أحياناً في يوم الجمعة سورتي السجدة والجمعة، ويشتكي بعض المصلين من فعل هذا الأمر بحجة الإطالة، فهل فعلي صحيح في هذا؟ فعلك صحيح، ولا تلتفت إلى قولهم، لا تلتفت إلى قولهم، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تلتفت إلى قولهم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. وهذا يقول: ما حكم العمل بخارج الدوام بدون عمل وتحقيق شرط الوقت؟ ما حكم العمل خارج الدوام بدون عمل وأخذ الراتب على خارج الدوام من دون عمل؟ شلون بدون عمل يأخذ راتب خارج الدوام بدون عمل؟ إيش؟ يعطى راتباً على خارج الدوام ولا يعمل شيئاً خارج الدوام؟ لا، ما يأخذ راتب إلا إذا كان يؤدي عمل في مقابل ما يأخذه. نعم. أحسن الله عليكم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، ما نصيحتكم وتوجيهكم للشعب الجزائري في ظل هذه الظروف الراهنة التي التبس فيها الأمر على الكثير؟ أسأل الله لنا ولهم الهداية والثبات،
وانتظار الفرج. نعم. أحسن الله عليكم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، نسمع من بعض الدعاة من يقارن دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بدعوة جماعة الإخوان والتبليغ، بل إن بعضهم صرح بتقديم دعوة الإخوان والتبليغ على دعوة شيخ الإسلام بحجة أنها أكثر نفعاً لأنها أكثر انتشاراً. هو بالنظر للانتشار، النظر للنفع، النفع، والنظر أيضاً إلى موافقة الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله عليكم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، هل اتخاذ مصلًى في البيت لصلاة الرواتب يعتبر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مباح، لا بأس به، ما يقال سنة، يقال هذا مباح. نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، هل من كلمة توجيهية لإخواننا المسلمين في تقصيرهم في توعية الناس وإرشادهم بخصوص ما ينتشر بين أفراد المسلمين من تفشي الاختلاط وكشف الوجه والسفور وكشف الوجه من النساء؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، هذا للسلطة ولنواب السلطة، فمن لم يستطع فبلسانه، يأمر وينهى ويعظ ويذكر، وهذا من شأن العلماء. فمن لم يستطع فبقلبه، وهذا من شأن العوام الذين ليس عندهم سلطة وليس عندهم علم، فينكرون بقلوبهم ويعتزلون، يعتزلون مكان المنكر ولا يبقون فيه. نعم. أحسن الله عليكم. سماحة الوالد، وهذا يقول: ما حكم لعب البلوت إذا كان لا يشغل عن الواجبات والفرائض؟ لا، ما يجوز هذا، يشغل، أو هو يبدأ أول مثل ما تقول، لكن يتطور ويشغل عن الصلاة وعن ذكر الله. نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، عُرِضَت عليَّ وظيفةٌ في مصرفٍ ربوي، فهل يجوز لي أن أقبل العمل في هذا؟ لا، لا تعمل في هذا، البنوك تتعامل بالربا، وإذا اشتغلت فيها تعاونت معهم على الإثم والعدوان، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. نعم. صلى الله عليه. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، يأتيني أحياناً في بعض الصلوات وساوس كثيرة من الشيطان تلبس علي القراءة، فما الواجب علي تجاه هذه الوساوس، وهل من طريقة شرعية للتخلص منها؟ قال الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت قراءة القرآن، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. استعذ بالله عند بداية القراءة بحضور قلب، ولا يضرك الشيطان أبداً. نعم. أحسن الله عليكم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، بعض الناس يذبح ويتصدق في النصف من شهر شعبان كل عام، هل يجوز أن نتعاون معه في هذا الأمر؟ هذا بدعة، ولا يخص شعبان ولا نصف شعبان بشيء من الأعمال، بل هو كغيره من الشهور. نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، نشاهد تساهل بعض بنات المسلمين في هذه الأيام في كشف الوجه وكشف الشعر وإظهار الزينة ولبس العباءات الضيقة والملونة، فما نصيحتكم لبنات المسلمين في هذه الأيام؟ نصيحتنا لبنات المسلمين أن يتقين الله وأن يحافظن على الحجاب وعلى النزاهة، ويتركنا ما يكون ضرراً عليهن في سلوكهن وفي أعمالهن، تمسكن بالحجاب ويعملن محجبات ويعتزلن الاختلاط بالرجال. نعم. والخلوة، اعتزلن الخلوة مع رجل، لا تخلو
امرأة مع رجل ليس من محارمها، قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، قراءة آخر آيتين من سورة البقرة، هل هناك وقت مخصص لقراءتهما؟ مع الورد في الصباح والمساء. نعم. وهذا السائل يقول: بعض الجهات الحكومية تشترط على عملائها أن يذهبوا إلى المصارف بشأن الإقراض، وتتحمل هذه الجهات الفوائد الربوية ولا يدفع العميل إلا أصل الدين، فهل يجوز للعميل الدخول في مثل هذه المعاملات؟ لا، لا يجوز، هذا من التعاون على الإثم والعدوان، تعاون مع البنك على حصول الربا، هذا لا يجوز، كل قرض جر نفعاً فهو ربا. نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، هل السنة إحفاء الشارب أو تقصيره؟ هو الإحفاء هو التقصير، يقص الشارب جزء، قال صلى الله عليه وسلم: جزء الشوارب وأحفو وأعفو جزء الشوارب وأعفو اللحى. نعم، جزء. نعم. وهذا السائل يقول: ما حكم بيع الحيوانات الأليفة من القطط والطيور وغيرها؟ لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الهر، فلا يجوز بيع القطط ولا بيع الكلاب. نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، والدتي قد توفيت وهي تقول: وصيتي مثل وصية والدي، فهل ينفذ ما قالت؟ نعم، ينفذ وصية مثل وصية والدها، إلا إذا كان في وصية والدها محذور شرعي. نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، هل يجوز للإنسان أثناء الصلاة أن يغلق جواله إذا اتصل، بحيث يخرجه أمامه ويغلق الجهاز أمام عينيه؟ يغلقه قبل الصلاة، قبل أن يدخل في الصلاة يغلق الجوال، إذا كان من عادته أنه يتصل عليه وقت الصلاة. نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، هل يجوز الاتصال بأهل البدع سراً حتى تسجل ما عليه من ملاحظات ويوعى بها أبناء المسلمين من حيث لا يعلمون؟ معافيك الله من أهل البدع ولا تقربهم. نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، في هذه الليلة ينتشر بين بعض المسلمين صلاة الألفية، فهل هذه الصلاة مشروعة؟ لا، ما هي مشروعة، ما هي صلاة ألفية ولا مئوية. نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، نصيحتكم لشباب المسلمين في هذه الأيام في تقصيرهم عن الصلوات، ولا سيما تفريطهم في صلاة الفجر. يجب على أولياء أمورهم أولاً، وعلى أئمة المساجد ثانياً، وعلى هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثالثاً، أن يقوموا على شباب المسلمين وأن يأمروهم بالمحافظة على صلاة الجماعة وأن يتفقدوهم. نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، حولت لي بعض الجهات الحكومية مبلغاً من المال ولا أستطيع أن أرجعه إليهم لعدم معرفتي بحسابهم، فماذا أصنع بهذا المبلغ الذي وصل إلى حسابي؟ إذا لم تعرف صاحبه ولم تتوصل إليه تصدق به على نية أن الأجر لصاحبه. نعم. أحسن. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، ما هي الأعمال التي يشرع للإنسان فعلها في شهر شعبان؟ لا يشرع في شهر شعبان شيء خاص بشعبان، وإنما يعمل فيه ما يعمل بسائر الشهور. نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، هل هو شرك أكبر أم شرك أصغر؟ إذا عظم المحلوف به كما يعظم الله فهو شرك أكبر، وأما إذا لم يعظم المحلوف به كما يعظم الله فهو شرك أصغر. نعم. هذا السائل يقول: سماحة الوالد، ما رأي فضيلة الوالد في من يدعي بأنه لا يوجد نص شرعي صحيح على تحريم الموسيقى والغناء؟ والنصوص التي تحرم اللهو واللعب
أليس الموسيقى من أكبر اللهو؟ نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، والدي قد أصيب بمرض النسيان عافانا الله وإياه، ويأمرنا أحياناً ببعض الطلبات التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، ويغضب غضباً شديداً إذا لم تنفذ، فما موقفي أمام والدي في مثل هذه في مثل هذا المرض؟ لا تنفذها، لا تنفذها، وأقنع والدك، نبه والدك على أن هذا العمل لا يجوز، ولعله يتراجع. نعم. ولا إذا لم يتراجع فلا تنفذ أنت. نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، في مثل هذه الأيام انتشرت الفتن من مقاطع الشهوات التي غزت شباب المسلمين في بيوتهم، فكيف يقوي المسلم مراقبة الله في مثل هذه الأمور؟ يقول هذا السائل: انتشرت في هذه الأيام مقاطع الشهوات التي غزت شباب المسلمين في بيوتهم، فكيف يقوي المسلم باب مراقبة الله في مثل هذه الأمور؟ يبعدها عن بيته، صاحب البيت يبعد هذه المذكورات التي تسبب لأهل البيت المحاذير واتباع الشهوات، ويطهر بيته من هذه ومن الوسائل التي تجلبها. نعم. وهذا السائل يقول: فاتتني سماحة الوالد الركعة الأولى من صلاة الظهر، إذا أتيت بها بعد السلام هل آتي بها بفاتحة فقط أم بفاتحة وسورة؟ ما يدركه المسبوق مع الإمام فهو أول صلاته، وما يأتي به بعد سلام إمامه فهو آخر صلاته. نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، ما حكم بيع المصحف؟ لا بأس به، إذا لم يباع لم ينتشر، وكان الصحابة يكرهون بيع المصاحف، حتى قال أحدهم: وددت أن الأيدي تقطع ببيع المصحف، ولكن أدركوا أنه لا بد من بيعه لأجل أن ينتشر بين الناس. نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، ما رأيكم فيما يسمى بالشيلات؟ ويقول أن هناك شيلات تسمى شيلات إسلامية. ما في شيلات إسلامية، وإنما هي لهو ولعب. نعم. وهذا السائل يقول: الشيلات الإسلامية بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وهذا السائل يقول: لا أستطيع بسبب ظروف العمل أن أحضر إلى دروس العلماء، وإنما أشاهدها عن طريق الإنترنت وعن طريق وسائل التواصل، فهل يكتب لي أجر حضور هذه الدروس؟ الحضور أكثر أجر، ولكن إذا لم تستطع واستمعت إليها من التسجيلات هذا شيء طيب. نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، ما حكم الحلف بالمصحف؟ لا يجوز هذا، ما ورد أنه يحلف بالمصحف. نعم. ولا على المصحف كما يعمل بعضهم. نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، هل الصيام في السفر مستحب أو يفضل الإفطار؟ لأن المصحف يشتمل على الجلود وعلى الأوراق وعلى هذه، لا يجوز، هذه مخلوقة لا يجوز الحلف بها. نعم. هذا السائل يقول: سماحة الوالد، أحسن الله إليكم، هل الصيام في السفر مستحب أو أن الأفضل الإفطار؟ بحسب استطاعة الإنسان، إذا كان يستطيع أن يصوم في السفر يصوم، وإذا كان أنه يشق عليه لا يكلف على نفسه. نعم. وهذه سائلة تقول: سماحة الوالد، إذا كنت على وضوء وغيرت لطفلي الحفاظ أكرمكم الله، فهل فعلي هذا ينقض الوضوء؟ إذا مست يدها فرج الطفل مباشرة بدون حائل ينتقض وضوءها. نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، إذا كانت المرأة تحتاج لعملية جراحية ولم يجد زوجها في دولته إلا طبيباً رجلاً في هذا المجال، ولكن توجد نساء غير مسلمات في دول أخرى، فما هو الأولى في حق هذا الرجل؟ يعالج عند الرجل، لا بأس، هذه ضرورة. نعم.
وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، هل الأفضل للمصلي بين الأذان والإقامة أن يقرأ القرآن أو يشتغل بالدعاء؟ كلاهما طيب، إن اشتغل بالقرآن فهو كلام الله، وإن اشتغل بالذكر فهو ذكر الله، ولكن تلاوة القرآن أفضل، ما في شك، أفضل الذكر. نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، أحد الإخوة وعد أخاه أن يتبرع له بجواله إذا اشترى جوالاً جديداً، ولم يجد من يشتري جوالاً جديداً، فهل يجب عليه أن يفي بوعده؟ معلقه على وجود جوال جديد، إذا لم يجد فلا يلزمه شيء. نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، هل الأفضل قراءة القرآن بكثرة مع تدبر قليل، أم الأفضل التدبر ولو كانت القراءة قليلة؟ الأفضل التدبر ولو كانت القراءة قليلة. نعم. وهذا السائل يقول: ما نصيحة سماحة الوالد لدعاة الجاليات الذين قدموا إلى هذه البلاد ولديهم من العمالة من يحتاجون إلى تعليم العقيدة والجهل بمسائل التوحيد والشرك؟ نعم، يبدأ بتعليم العقيدة وتلقينهم العقيدة الصحيحة أولاً، ثم بعد ذلك الصلاة، ثم بعد ذلك بقية أركان الإسلام. نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، هل يجوز أن أصلي تحية المسجد بين صلاة العصر والمغرب؟ هذا محل خلاف بين العلماء، منهم من يقول يؤدي تحية المسجد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ومنهم من لا يرى ذلك ويقول الوقت وقت نهي، فهو من تعارض الأدلة، ولا ينكر على من صلى ولا ينكر على من ترك. نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، هل يجوز للمرأة أن تصلي في الملابس الضيقة في بيتها إذا سترت جسدها؟ لا، لا يجوز لها أن تلبس الملابس الضيقة التي تبدي أحجام أعضائها. نعم. وهذا لا في الصلاة ولا في غيره. نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، بعض المسلمين هدانا الله وإياهم إذا زاروا المقابر لدفن بعض المسلمين نجدهم يتضاحكون ويتباحثون في أمور الدنيا، وإذا أنكرنا عليهم هذا الأمر قال فإنه لا يوجد دليل على تحريم ذلك. تحريم ذلك ولو لم يكن حراما فهو مكروه وغير مناسب أيضا، لأن الموقف موقف تذكر واعتبار، فلا يأتي بشيء من المرح ومن الضحك ومن في موقف عليه أن يعتبر فيه ويتذكر. نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، هل يجوز للابن أن يسمي أبناءه بأسماء كفار من اللاعبين والفنانين؟ لا، لا يجوز هذا، ولا يجوز تعظيم الكفار ولا تعليق أسمائهم على الثياب أو في المجالس. نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، هل يجوز للإنسان إذا زار بيته شخصاً فاضلاً أن يقول هل يجوز للإنسان إذا زار بيته شخصاً فاضلاً إذا زار بيته شخص فاضل أن يقول حلت البركة علينا؟ من باب التفاؤل لا بأس. نعم، من باب التفاؤل لا بأس، أما أنه يعتقد أنه تحل البركة فيه هذا لا يجوز. نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، ما حكم إعطاء الزكاة للأخ إذا كان مسجوناً وعائلته محتاجة؟ هو أولى بها، الزكاة في الأقارب المحتاجين أولى، إلا الوالدين فلا تحل زكاة الوالد لولده ولا زكاة الولد لوالده، لأنه يجب عليه الإنفاق عليه من ماله ولا يجعل الزكاة واقية لماله. نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، يوجد بعض الدعاة والإعلاميين ممن يرمزون في سماحة الإمام ابن باز وابن عثيمين وفي فتاويهما، فما موقف المسلم عند أبنائه تجاه ذلك؟ ينصحهم
ويبين لهم ان هذا من اشد المحرمات، ما في شك ان تنقص المسلم حتى ولو كان عاميا لا يجوز، فتنقص العالم من باب اولى. نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، هل من السنة تغيير مكان الصلاة بعد الفريضة لكي أصلي النافلة في مكان مختلف؟ نعم، لا بأس إذا غير مكان الفريضة إلى مكان آخر للنافلة، هذا أحسن. نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، ما الطريقة الصحيحة للصلاة على الكرسي؟ ما هنا طريقة، ما هنا طريقة خاصة للصلاة على الكرسي. هو قصد، أحسن الله إليكم، هل يضع طرف الكرسي على أول الصف أم آخره؟ يا أخي لا تضيق على الناس، يضع الكرسي بالمكان المناسب للكرسي. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، هل يجوز العمل في مؤسسة تقوم باستخدام العمالة غير المسلمة إلى البلاد؟ لا، ما يجوز هذا، من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، أنا شاب مبتدئ في طلب العلم، فما هي المتون التي تنصحون فيها أبناءكم في حفظ العقيدة والفقه؟ هذا يتعلق بالمدرس الذي تدرس عليه، هو الذي يختار لك الكتب التي تقرأها. نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، أنا إمام في بعض المساجد وأقرأ في بعض الصلوات ببعض السور الطويلة، وينكر علي بعض المأمومين هذا الفعل، فما الضابط في الإطالة في قراءة السور بعد الفاتحة؟ الضابط لا تشق على الناس، قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، هل يجوز للإنسان في شهر شعبان قبل قدوم رمضان بيوم أو يومين أو ثلاثة، إذا وافق ذلك يوم الخميس أو الاثنين، أن يصوم يوم الاثنين أو الخميس؟ نعم، يصوم يوم الاثنين والخميس إذا كان من عادته ذلك فلا بأس. نعم. وهذه السائلة تقول: سماحة الوالد، زوجي لا يمكث في البيت إلا قليلا، ويأمرني ألا أصوم حتى ولو كان خارج البيت، فهل يجب علي أن أمتثل أمره؟ إذا كان هذا، إذا صمت يحصل نقص في حقه فلا تصومي، أما إذا كان ما في نقص في حقه فليس من حقه أن يمنعك من طلب الخير وطلب الأجر. نعم. وهذه السائلة تقول: سماحة الوالد، انتشر في هذه الأيام بكثرة حفلات ختم القرآن، بحيث أن الطالبة إذا ختمت القرآن أقام أهلها لها حفلة، فهل انتشار هذه الحفلات أمر مشروع؟ نعم، هذا طيب وتشجيع على الخير. نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، هل قراءة الفاتحة بعد الإمام على المأموم سنة أو واجبة؟ سنة، لأن قراءة الإمام تكفي، ولكن إذا قرأ فذلك أكمل وأتم. نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، أنا امرأة كبيرة في السن ولا أستطيع أن أحفظ شيئاً من القرآن إلا يسيراً، فهل الأفضل أن أشتغل بحفظ شيء يسير أو أكثر من التلاوة؟ كله خير، كله خير، احفظي واتلي المحفوظ عندك. نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، أنا شخص مقيم في هذه البلاد ومعي أسرتي، ولا أستطيع أن أتحمل تكاليف إقامتهم، وتجبرني زوجتي وأبنائي على ألا أسفرهم إلى بلادهم، ولا أستطيع أن أنفق عليهم، فهل تأثم زوجتي وأولادي في هذا؟ نعم، إذا كلفوك ما لا تستطيع فإنهم يأثمون. نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الإمام، سماحة الإمام الوالد، ما هو دعاء الكرب الذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعاء الكرب يراجع في الأذكار للنووي أو غيره. نعم. وهذه السائلة تقول: سماحة الوالد، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا
حجبهم أمر، يقول لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، أمي نذرت الصيام وهي الآن لا تستطيع أن تصوم بسبب مرضها، فهل يجوز أن أصوم بدلاً عنها أو تكفر عن نذرها؟ إذا كان نذراً، نذرةً تصوم وهي لا تستطيع الوفاء بالنذر، فإنها ليس عليها، ليس عليها نذر، ليس عليها نذر. نعم، ما تنذر شيء ما تستطيعه. نعم. وهذا السائل، لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يستطيعه ابن آدم. نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، أنا مقيم خارج هذه البلاد، وفي بلدي لا يوجد علماء سنة أطلب عليهم العلم، فهل يجوز لي أن أطلب بعض العلوم على بعض أهل البدع ولو كنت متحصناً بالسنة؟ لا، تتأثر بهم، إذا طلبت العلم عليهم تتأثر بهم، لا تطلب العلم عليهم. لكن الآن الحمد لله متيسر الاتصال بأهل العلم وفي بلادهم، وسؤالهم عما أشكل، طلب شرح حديث أو آية. نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، ما حكم تحديد اللحية من دون حلقها؟ لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرسلوا اللحى، أكرموا اللحى، وفروا اللحى. لا يجوز التعرض لها بقص أو نتف أو حلق. نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، ما نصيحتكم لشباب المسلمين الذين يتخرجون من الجامعات وهم لديهم علم يستطيعون أن ينفعوا به من حولهم، ولكنهم مقصرون في توعية أسرهم وأولادهم بحجة أنهم ليس لديهم العلم الكافي؟ لا يجوز لهم هذا العمل، هذا من كتم العلم، ومن كتم علماً مما يحتاجه الناس يلجم يوم القيامة بلجام من نار، عليه أن يبلغ ما يحفظ ويعرف. نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، ما هو الواجب على العامي في بعض مسائل الدين المشكلة؟ هل يلتزم تقليد عالم بعينه أو يتخير بين هذا وهذا؟ يتخير أحسن من يجده في علمه وفي دينه، أحسن من يجده في علمه ودينه ويسأله. نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان؟ لا، هذا ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو على ألسنة الناس. نعم. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، والدتي تأمرني بنزع الحجاب وأنا أرفض ذلك، وقد هجرتني أياماً ولا أستطيع أن أكلمها، فما نصيحتكم لي في تعاملي مع والدتي؟ أقنعيها بأن الحجاب أمر واجب، وإذا لم تقتنع فلا تلتفتي إلى امتناعها من ذلك وحثها لك على ترك الحجاب، لا تطيعيها في ذلك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: سماحة الوالد، إذا فاتتني سورة الفاتحة متعمداً، فهل أقضي الركعة مع العلم أني قد أدركت الركوع؟ مع الإمام؟ إي نعم، أحسن الله إليكم. تكفي قراءة الإمام، اركع مع الإمام وتكفي قراءة الإمام. نعم.